الرياضي اللي بيعيش بيخدم بلده وبيخدم ناديه وبيشتغل سنين طويلة من حقه برضه ان هو يكون اطمن، مظبوط صح ولا لا؟ مظبوط فانا معلش انا هتعب حضرتك معايا، احنا ايه هنفضل شغالين كده في الموضوع ده انا وسيادتك ايا كان مين هيجي في اتحاد الكرة، رئيس اتحاد الكرة تعرف حضرتك الانتخابات الشهر القادم، وطبعا الكابتن مجدي عبد الغني كمان رئيس رابطة الأندية المحترفة هيبقى موجود معانا، وسيادة النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز، ولازم تمام. نتوصل لحل إن لازم 5% دول يكونوا بيوصلوا صح، ويكون في تأمين يعني جيد على كل اللعيبة السابقين وكل الرياضيين كمان. مظبوط. بشكرك يا فندم، و وهنشتغل مع بعض في القصه دي، وباذن الله نقدر ان احنا الكلام ده يتحسن. الدكتور فتحي ندى نقيب المهن الرياضيه بيقول لنا يا جماعه كلام مهم جدا، تخيلوا المرتبات المعاشات اللي بتطلع 100 جنيه، طب 100 جنيه النهارده يعني بتجيب ايه 100 جنيه؟ ولا حاجه النهارده. النهارده ما ينفعش، تخيلوا لعيب يلعب مثلا 15 20 سنه ويلعب ويكافح وايا كان بقى لعيب او رياضي او لعيب ايا كان، وفي الاخر يطلع له 100 جنيه معاش واحد لعيب وبعد كده بقى مدرب، طب ده يرضي ما يرضيش ربنا حتى. كل المهن التانيه يعني بيبقى فيه تامينات اجتماعيه، وبيبقى فيه في حاله الاصابه او في حاله الوفاه بيبقى الناس عايشه حتى مطمنه. العقد عقد عمل. احنا عقود الاحتراف دي احنا ازاي انا مش مصدق ان احنا الناس مش عارفه تعمل كوليكشن، مش عارفه تلم الخمسة في المية اللي هي أصلا من حقها، والفلوس دي بتروح فين؟ ما هو على الورق المفروض إن هي بتتخصم من اللعيب وبتتخصم من المدرب، بتروح فين؟ بتخش جوه خزينة اتحاد الكرة؟ لو بتخش جوه خزينة اتحاد الكرة دي مخالفة صريحة ما فيهاش كلام. لازم الكلام ده نشتغل فيه. أنا عارف إن 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 رابطة الأندية المحترفة بتحاول تعالج حاجات كتيرة جدا، لكن لازم الحاجات دي نبتدي إن إحنا نشتغل فيها. في حاجات ايجابيه حصلت كتير، لازم نبتدي الموضوع ده موضوع مهم جدا على فكره. الناس بتموت في ثانيه زي اي حاجه. فاتمنى ان احنا نشتغل على القصه دي ونبتدي ناخد خطوات في القصه دي، لان ده حقه وحق ولاده. بنتين وولد، بصوا يعني تخيلوا الناس دي تعمل ايه دلوقتي؟ الله اعلم ظروفهم ايه. مدارس ومسؤوليات وجامعه ويعني ايه اللي هيحصل؟ ما ينفعش يا جماعه، وما لهمش غيره. هل النهارده ما ينفعش يبقى الناس دي المساعده ليهم تبقى منا من حد؟ المفروض يبقى حقهم وحق اصيل. لازم يبقى حقهم. ابوهم الله يرحمه كان راجل لعيب كبير وراجل لعب وخدم ناديه وخدم بلده ولا حاجه؟ ولا حاجة 100 جنيه. لازم الكلام ده نبتدي نشتغل في الملف ده كويس جدا، وانا مش هسيب الملف ده. انا عن نفسي مش هسيب الملف ده. هفضل شغال عليه لغاية لما اخرج بحاجة. ان شاء الله كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعض وهنبقى شغالين في دايركشن واتجاه ان احنا لازم هنأمن مستقبل كل الناس اللي لعبت وخدمت واللي لسه بتلعب. محدش منهم المفروض ان هو محتاج منا من حد ومساعده من حد، لا، المفروض يبقى حقهم ان في حاله لو حصل لهم اي حاجه يبقى في حق اصيل ليهم. والناس تبقى قبل ما تموت عايشه مطمنه على عيالها. الله يرحمه الكابتن ادهم السلاحدار، يعني توفاه الله وهو بيأدي وظيفته وهو واقف على رجله. ودي احسن موته. يقول لك يعني ما مات على رجله. كلنا موتة بنتمناها كلنا. لا عيا ولا مرض ولا أي حاجة. مات وهو ساجد، ساجد لربنا وفي شغله. يعني موتة جميلة.